يسرني أن أكون بينكم في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وننقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياتي بنجاح أعمال هذه القمة، كما أشكر أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على هذه الدعوة الكريمة وحسن التنظيم لإنجاح العمل ضمن هذه المبادرة الإقليمية النوعية التي تأتي بتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ COP27. الأخوة الكرام، إن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والإسهامات الفعالة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبتضافر الجهود الإقليمية، تسعى المبادرة إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10% من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية. وتحقيق المستهدفات خفض الانبعاثات، أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خلال تطبيق النهج الاقتصاد الدائري للكربون وإطلاق عديد المبادرات الأخرى، منها منصة التعاون الدولية لتطبيق هذا النهج وصندوق استثماري إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون ومبادرة الحلول والوقود النظيف من أجل توفير الغذاء. كما قامت المملكة بتسريع وتيرة تطوير وتبني التقنيات ومصادر الطاقة النظيفة المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة بهدف إدارة الانبعاثات من موارد الهدف الكربونية، وإبراز هذه الخطوة يتمثل في تتويج مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15% من إسهامات المملكة المحددة الوطنية حاليا بحدود عام 2035، وتحقيق المستهدفات التشجير الذي يجسد استخدام حلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات. تم في القمة السابقة إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب، وسهاما في تنفيذ هذه الأهداف المبادرات أعلنت المملكة عن استهدافها زراعة 10 مليار شجرة وزيادة مناطق المحميات البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام، تأكيدا على التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، أعلن عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وقرارها للإسهام بمبلغ 2.5 مليار دولار دعما لمشروعاتها المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات القادمة. كما أعلن اليوم عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون من أوائل الصناديق الثروة السيادية عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، مما يعزز دور الصندوق كلاعبا رئيسيا في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ. والمملكة تطمح من خلال قمة اليوم إلى تكثيف التعاون وتنسيق لتمويل هذه المبادرات وتمكينها من تنفيذ مشروعاتها ومستهدفاتها وتعزيز الابتكار وإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المشتركة، مع الأخذ في عين الاعتبار الخطط التنموية للدول الأعضاء وقدرتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي الختام، تجدد المملكة التزامها بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغيير المناخي، ونأمل أن تحقق قمة اليوم مخرجات تسهم في تعزيز العمل المشترك لضمان مستقبل مشرق ومزهر للأجيال القادمة. نسأل الله لهذه القمة التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.